نعرف بأننا غيكون داك، ولكن مكناش نتصورو أننا نسجل أنفسنا في الدقائق الأولى. بطبيعة الحال حاولنا نخلقو فرص في الشوط الأول، تحتش لينا سيطرنا على وسط الملعب، ولكن في الشوط الثاني كنا أكثر فعالية في نص الساعة الأولى. من بعد حاولنا نقومو بتغييرات باش نعطيو إضافة من الناحية الهجومية، ولكن تبين بأن العكس، التغييرات فقدتنا الميزة الهجومية اللي كانت ربما عندنا من قبل، وسببنا أخطاء اللي عطات فرص فريق الرجاء. بالنسبة ليا المباراة اللي هزمنا فيها أول هزمة لينا، مجموعة ديال الضغوط ممكن نستخلصوها، ولكن ما ديما نقول مثالية للاعبين على المستوى اللي قدموه. ونتمنى إن شاء الله في المباراة المقبلة أننا نرجعوا في نتائج إيجابية. بالنسبة لنا قمنا بتغييرات، كنا تنطمحوا على التغييرات أننا تعطينا إضافة هجومية، لأن تنظن بأن ربع ساعة الأولى في الشوط الثاني خلقنا على الأقل خمسة ديال الفرص. وبالنسبة لي الإضافة اللي كنا تنتظروها ربما ما جاتش، أنا اللي نسقوا على التغييرات، وبالتالي نتمنى أننا نعيش نعوضوا في المباراة المقبلة. حنا فريق اللي كنحاولوا أننا نشكلوا فريق اللي تلعب بطريقة جيدة. تنظن بأن جميع المباريات اللي خدناهم تنسجلوا فيهم أهداف ولا تنتعدوا فيهم. اليوم سجلنا على أنفسنا هدف، تنفتقدوا الكرياتيفيتي في الوسط والنجاح الهجومي تكلمنا عليه من قبل. سجلنا أهداف اليوم كان ممكن نسجلوا لأن جاونا فرص، ولكن هذا هو العامل لأن عندنا لاعبين تفتقدوا التجربة، وبالتالي لازمنا نتعرضوا شوية ديال الوقت باش إن شاء الله في التوقف ممكن نشتغلوا أكثر وتكون عندنا نجاح هجومية أفضل.